بيجيب لها شنط من الألماس وقدم لها في عيد ميلادها شنطة مليانة سبايكتها، وهو السبب في الغنى الفاحش اللي عايشة فيه. مبارك الهجري جوز الفنانة أحلام، كل البنات بيحسدوها عليه. من مبارك الهجري ده وإيه أغلى هدية قدمها لأحلام وإزاي كان السبب في تجميع ثروتها الضخمة؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. النجمة أحلام كل وقت والتاني لازم تنزل فيديو ليها هي وجوزها علشان تشارك المتابعين الهدايا اللي جابها لها، واللي غالبا بتكون هدايا فخمة ومبالغ فيها. آخرهم الهدية اللي جابها لها كانت عبارة عن شنطتين من الماس، وده اللي كشفت عنه أحلام في فيديو نزلته على موقع سناب شات، لما ظهرت وملامح الفرحة مالية وشها، وده لما جوزها قدم ليها شنطتين بلونين مختلفين كهدية. واحدة منهم كانت من ماركة لويس فيتون وتميزت بشعار الدار المرصع بالماس. على فكرة البراند ده مشهور بجودته وتصميماته المميزة، علشان كده أسعار الشنط بتتراوح فيه ما بين 2500 ل 4000 دولار أمريكي، يعني 192 ألف جنيه مصري، وده بيخليها هدية فخمة ومكلفة. بس الشنط دي ما تجيش نقطة في بحر الهدايا اللي بيجيبها لها جوزها، واللي بأرقام ضخمة جداً وصلت إنه بيهديها بسبايك ده. مش بس سبيكة ولا اتنين اللي قدمه لها، لأ دول 24 سبيكة. علشان كده لما نزل فيديو على موقع اكس بيظهر فيه الهدية اللي جابها لها بمناسبة عيد ميلادها أهلة بالدنيا، لأن الهدية عبارة عن صندوق مليان سبايك ذهب، ومكتوب على الصندوق إهدأ خاص لفنانة العرب أحلام الشمسي. علق مبارك عليه بشكل مختصر وكتب هدية للملكة أحلام في عيد ميلادها. لا ومش بس كده، ده سبق وجاب لها ساعة من ماركة أبل مصنوعة من الماس، وكالعاد الهدية قلبت السوشيال ميديا بسبب فخامتها. بعيداً بقى عن هدايا مبارك لأحلام، انت تعرف ان أحلام أصلاً مع ثروة ضخمة جداً قدرت انها تجمعها خلال مسيرتها الفنية، واللي بدأت من 30 سنة، وده بفضل جوزها برضو. وحسب موقع سليبرتي نتورث ان ثروة الفنانة أحلام الشمسي وصلت ل 25 مليون دولار، ده غير ان في بعض المصادر الخاصة أكدت ان غير المبلغ ده أحلام عندها طيارة خاصة وبعض العقارات في مختلف الدول اللي بتستقر فيها. سبق وكشفت أحلام عن السبب وراء التجميع للثروة الكبيرة قوي دي في حوارها مع الإعلامي اللبناني نيشان، وساعتها قالت إن جوزها كان ليه دور كبير في تجميع فلوسها، وقالت إن في بداية زواجهم طلب منها إنها تتخلى عن عادتها الشرائية ورحلات السفر المكلفة واللي بتعملها سنوياً حول العالم لمدة 5 سنين بس، وتكتفي بالمجوهرات اللي عندها في الوقت الحالي، واللي كانت قيمتها وقتها 10 مليون بس، ما حددتش بقى 10 مليون دولار ولا درهم. وفعلا قدر يستثمر فلوسها في العقارات والأراضي بالإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وكسبت مبالغ كبيرة من الاستثمارات دي. مش هتصدق لما تعرف ان مبارك هو بطل قطر في سباقات السيارات المعروفة باسم سباقات الوالي، ومن ساعة جوازه بأحلام وهم قلبين الدنيا بعلاقتهم. دلوقتي بقولولي ايه أغلى هدية جبتها لمراتك أو خطيبتك وكانت بكام؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.